علي بن أبي طالب رابع الخلفاء. علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصهره، ورابع الخلفاء الراشدين وأحد المبشرين بالجنة. نشأ في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم صغيرا قبل أن يبلغ الحلم، وكان من أوائل من أسلم. المولد والنشأة: ولد علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي أبو الحسن في شعب بني هاشم بمكة قبل البعثة 10 سنين وقبل الهجرة 23 عاما. ولم يلبث الفتى بعد أن دعاه ابن عمه إلى الدين الجديد حتى آمن به وصدقه، فكان أول الفتيان إسلاما، وكان إذ ذاك بعمر 10. عرف علي بالشجاعة والأقدام منذ نعومة أظافره، وكان محبا للنبي الكريم، فلم يتردد وهو فتى يناهز 20 من عمره بالنوم في فراش الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، وكان المشركون يتربصون النبي ليقتلوه في فراشه.